رحمات رمضانية مبادرة خيرية لتجمع طلاب الأيتام على مأدبة إفطار في مدينة إدلب، مبادرة خيرية يسعى القائمون عليها لرسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال والطلاب الأيتام في هذا الشهر الكريم. لمعرفة المزيد عن هذه الأجواء وأجواء الفعالية رافقونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيصل النجم المسؤول عن حملة رحمات رمضانية. طبعا نحن عم نقوم بإفطارات دورية للصائمين وأغلبهم للأيتام. طبعا الهدف منها هو مساعدة اليتيم بالدرجة الأولى ودمج اليتيم مع المجتمع ورسم البسمة على وجوهه. تقبل صيامك يا رب. منا ومنكم. مبعوث لعندك خصوصي قالوا لي عندك صوت في القرآن لا لمعقل ولا طال الخبر، صح؟ صح. طيب ايش بتسمعنا؟ سورة العصر. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله حسبك. منين متعلم؟ أنا من المسجد. في هذا عم يعلمك يعني إنه التجويد القرآن وقراءة القرآن؟ نعم. إنما نطعمكم إذا مبادرة خيرية جمعت العشرات من الأطفال الأيتام على مأدبة الإفطار هنا في مدينة إدلب. القائمون على هذه الحملة استطاعوا من خلالها أن يرسموا الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال، أن يدمجوهم في هذا المجتمع، أن يعوضوهم شيء من النقص في هذا الشهر الكريم. عبد الرزاق السجاوي، راديو الثورة، مدينة إدلب.